طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. والبداية نستهلها بأبرز العناوين. استعدادات للهلال الأحمر الإماراتي في المكلا لانطلاق العرس الجماعي 16. وكيل أول حضرموت يطلع على المشروع الطارئ لوصول الكهرباء للمناطق النائية. رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي يستقبل أبطال نادي وحدة المكلا للتايكواندو بالعاصمة عدن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بمكرمة ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، أنهت اللجنة التحضيرية الخاصة بالعرس الجماعي 16 الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الجمهورية كافة التحضيرات والتجهيزات، وتستعد لتدشين أول أيام العرس الجماعي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. دعم جديد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لحضرموت، هذه المرة في الجانب الاجتماعي، حيث تجري الترتيبات لإطلاق العرس الجماعي الخامس بحضرموت ل200 شاب وفتاة، والذي يتزامن مع عام التسامح. وتم اختيار طبعا العرسان من كل مديرية على حسب عدد السكان، لكل مديرية عدد سكانها كم، فنتم اختيار هذه النسبة والتناسب لهذا الشيء. راح يكون 24/10 أول يوم للعرس، ويشمل العرس هازيج أفراح كلها شعبية ومن التراث الشعبي الخاص بالمحافظة أيضا. العرس الجماعي الخامس سيسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي ل200 عريس وعروس، خصوصا مع الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، كما يأتي تجسيدا لدعم الإمارات المتواصل لليمن عموما وحضرموت على وجه الخصوص. هذا الزواج كان عبر لجنة عبر السلطة المحلية وشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، كان له دور بارز في المجتمع في الزواجات الماضية، حيث نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها المحافظة وكذلك المجتمع بشكل كامل، كان عبء أو كاهل الزواج عبء على رب الأسرة وعلى الفرد الذي يريد الزواج. تدخلات كبيرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الجوانب الاجتماعية والصحية والخدماتية في حضرموت منذ دخول قوات التحالف العربي للمحافظة ودحر العناصر الإرهابية منها، والذي كان آخرها دعم الإمارات لمنظومة الكهرباء بالمشتقات النفطية مطلع الأسبوع الجاري. لقناة المكلا، محسن بلبحيث. عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة اجتماعا بالمكلا مع مجلس جامعة حضرموت للاطلاع على الأداء الأكاديمي بالجامعة، واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجامعة في الارتقاء بالجوانب الأكاديمية والبحثية وانتظام العملية التعليمية في كليات الجامعة والمشاكل والصعوبات التي تواجهها. وتطرق الاجتماع لعدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالعمل الأكاديمي والبحث والعلمي، إلى جانب اعتماد ميزانية تشغيلية للمستشفى الجامعي. عقب ذلك تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي صالة التسجيل والقبول برئاسة جامعة حضرموت بمنطقة فوة، واستمعوا من المسؤولين في القبول إلى شرح مفصل حول إجراءات القبول والتنسيق للطلاب إلكترونياً. زار وزير الثروة السمكية فهد سليم كيفاين مكتب فرع هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية بحضرموت للإطلاع عن كثب على أعمال الفرع وتلمس احتياجاته. واستمع الوزير من مدير فرع الهيئة بحضرموت المهندس صبري لجرب إلى شرح مفصل حول نشاط الهيئة وأعمالها. كما استعرض المهندس لجرب جملة من المعوقات والصعوبات التي تواجه موظفي الهيئة في أداء واجبهم، وأشاد وزير الثروة السمكية بجهود الهيئة ودور نشاطها البارز في خدمة القطاع السمكي، مؤكدا على ضرورة دعم فرع الهيئة وإسنادها من قبل الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة، موجها هيئة المصائد بالبحر العربي بضرورة دعم فرع هيئة الأبحاث في حضرموت لتنظيم الاصطياد ووضع التشريعات على أسس علمية.
التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش في المكلا ممثل بيت الخبرة للحلول البيئية والتنمية المستدامة في الجمهورية الدكتور محمد بن جمعان للإطلاع على المشروع الطارئ لوصول الكهرباء للمناطق النائية. وفي اللقاء استمع الوكيل بن حبريش من مدير المشروع في المحافظات المحررة الدكتور بن جمعان إلى شرح مفصل حول المشروع والذي يهدف إدخال الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في المناطق النائية التي لا تصل إليها الكهرباء والممول من البنك الدولي وشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. من جانبه رحب وكيل أول حضرموت بفكرة المشروع الذي سيسهم في تغطية المناطق المحرومة بخدمة الكهرباء معربا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة بتذليل الإشكاليات والصعاب التي قد تعرقل سير تنفيذ المشروع. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون ومعه مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق سير التنفيذ في عدد من المشاريع التربوية والتعليمية بمديرية الشحر. واطلع الوكيل عبدون على مستوى الإنجاز في مشروع ثانوية البنات والروضة بالمنطقة الشرقية ومشروع إعادة تأهيل مجمع مبنى ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع مدرسة الجلاء الجديدة ومدرسة النور بالواسطة، كما اطلع على سير الدراسة في عدد من المدارس ومجمعات الشحرة. وفي سياق منفصل دشن الوكيل عبدون في روضة 14 من أكتوبر توزيع الوسائل التعليمية والألعاب الجديدة لرياض الأطفال بالمحافظة. وتأتي هذه النزولات الميدانية المستمرة على مدارس ومجمعات ورياض الأطفال في سياق المتابعة الحثيثة للارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي. ترأس مدير أمني شرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي في المكلا اجتماعا ضم قادة الوحدات الأمنية والإدارات الشرطوية في المحافظة للإطلاع على التقارير التقييمية لحالة الأمن على مستوى المحافظة. وبحث الاجتماع سبل الكفيلة بخلق مزيد من التنسيق بين إدارات الأمن بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين وتسهيل إجراءات سير القضايا. وخرج الاجتماع بعدة قرارات وتوصيات في تطوير الأداء الشرطوي وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظة. وعبر العميد التميمي عن تقديره للجهود التي تبذلها الوحدات الأمنية والإدارات الشرطوية في استتباب الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين، مؤكدا على مضاعفة الجهود لارتقاء بالأداء الأمني في المحافظة. هاجم مجموعة من المسلحين في مدينة المكلا مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، وتبادلت حراسة المقر إطلاق النار مع المسلحين الذين كانوا على متن سيارتين وأجبروهم على الفرار. وطالب رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة دكتور محمد بن الشيخ أبو بكر الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الجريمة لا تستهدف فقط المجلس الانتقالي ومقره بل تستهدف الأمن والسلم الذي تنعم به حضرموت. يذكر أن هذه الحادثة هي ثالث هجوم مسلح يتعرض لها مقر المجلس خلال شهرين. اندلع حريق صباح اليوم في أحد مزارع مديرية غيلبة وزير دون حدوث أي خسائر بشرية، وباشرت الأجهزة الأمنية بالمديرية بالتحرك إلى موقع الحريق في نخيل منطقة معيان الشيخ وتمكنت من إخماده بمشاركة ناقلة مياه محلية. هذا وتفتقد مديرية غيلبة وزير لسيارة إطفاء منذ سنوات رغم مناشدات الأهالي بتوفير سيارة إطفاء، حيث تحدث في المديرية الكثير من الحرائق دون وجود سيارة إطفاء. اطلع مدير عام هيئة الأراضي بساحل حضرموت الدكتور عادل المعلم بمعية مدير مكتب وزارة الشؤون القانونية سالم العبثاني على سير العمل في فرع هيئة الأراضي بمديرية غيلبة وزير. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في غيلبة وزير بحضور مدير عام المديرية الدكتور عدنان حمران وعدد من المسؤولين. وتطرق الاجتماع إلى وضع مكتب الهيئة ومعالجة الإشكاليات والعراقيل التي تواجه سير عمله. وأقر الاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومحاربة ظاهرة البناء العشوائي، وكذا نزول لجنة مشتركة بين المحافظة والمديرية لفرض جميع المستندات والمرجعيات التي تم حصرها في مستودع الفرع. دشن فرع المؤسسة العامة للكهرباء في غيلبة وزير ورشة عمل عن أهمية استخدام أدوات السلامة المهنية وكيفية استخدام المعدات والآلات أثناء تنفيذ الأعمال المختلفة بشبكة التيار الكهربائي.
وتعرف العمال المشاركين بالورشة إلى أهمية استخدام أدوات السلامة المهنية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها أحد زملائهم أثناء العمل في الميدان. من جانبه أشار مدير التدريب والسلامة المهنية بالمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت عوض باد قيدق بأن إدارة التدريب تسعى إلى توفير جميع مستلزمات وأدوات السلامة المهنية، مضيفا عن وجود خطة عمل لهذا العام من خلال تنفيذ عدد من الدورات والبرامج والندوات لنشر الوعي بين العمال بالمؤسسة. قام فريق من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بالنزول الميداني على المحاجر والمناجم المفتوحة والكسارات بمديرية الشحرة. وخلال النزول اطلع مدير هيئة المساحة الجيولوجية المهندس صلاح بابحير على المحاجر والكسارات في منطقة الزقفة والدياسة والعيس وتبالة، واستمع من المستثمرين العاملين بمجال التعدين على الصعوبات التي تواجه سير عملهم وحثهم بضرورة الالتزام بتجديد التراخيص السنوية وسداد ما عليهم من رسوم، ورفع تقارير عن نشاط عملهم إلى فرع الهيئة. كما تم النزول إلى بعض المواقع الغير مرخصة وإيقاف العمل فيها. أقيمت في مستشفى سيئون العام الندوة العلمية حول السياسة العلاجية لأمراض الدم الوراثية التي تأتي ضمن فعاليات المخيم الطبي الأول بوادي حضرموت لمرض التلاسيميا وأمراض الدم الوراثية. واستهدفت الندوة الكادر الطبي بمستشفى سيئون العام. وخلال الندوة استعرضت رئيسة مؤسسة سدن الدكتورة إيمان حاتم 4 محاور، منها مقدمة تعريفية عن الأمراض وكيفية التكوين وأعراض وعلامات الأمراض وظهورها على مريض التلاسيميا والأمراض الأخرى، موضحة مضاعفات المرض وما يسببه للمريض من أعراض وكيفية التعامل مع المريض المصاب والعلاجات المطلوبة لمرض الدم الوراثية. وفي العاصمة عدن استقبل رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك في مقر الجمعية أبطال نادي وحدة المكلا للتايكواندو. وفي اللقاء أشاد اللواء بن بريك بأبطال النادي بما حققوه من انتصارات مشرفة. من جانبهم عبر أبطال نادي وحدة المكلا للتايكواندو عن سعادتهم بهذه الزيارة، شاكرين رئيس الجمعية على حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء، مؤكدين مناصرتهم للمجلس الانتقالي والقضية الجنوبية. واستعرض أبطال وحدة المكلا عدد من النشاطات الرياضية التي نفذت وستنفذ في محافظتي عدن والمكلا وغيرها من المحافظات، والتي يحرص الرياضيون الجنوبيون من خلالها على بذل المزيد من العطاء لتحقيقها. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. استعدادات للهلال الأحمر الإماراتي في المكلا لانطلاق العرس الجماعي 16. وكيل أول حضرموت يطلع على المشروع الطارئ لوصول الكهرباء للمناطق النائية. رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي يستقبل أبطال نادي وحدة المكلا للتايكواندو بالعاصمة عدن. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.